يا هلا ومرحبا بأجمل متابعين متابعين شركة مجمع الشامل. رجعنا لكم من جديد، تغطية جديدة من فرع الرياض مخرج 29. كمان من قسم بلاستيك لتفوتكم المنظمات الجميلة هذه. كمان تجيكم بلاستيك بأحجام مختلفة، لها عدة استخدامات، طبعا تحطون فيها الألعاب الأطفال، مناشف، انتو أي شيء حابينه. في منها عدة أحجام وعدة ألوان، صراحة ما تتفوت. وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال. هلا دمات، وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال. هلا شايفين جمال العلب أو الحافظات الجميلة هذه؟ تمام، تجيكم بلاستيك، محكمة الإغلاق بتكون شفاف بالحجم الوسط بطرف أخضر أو برتقالي أو السماوي، أشكال جدا رائعة وكمان لها عدة استخدام. وفي منها هذا الشكل الجميل على شكل وردة، كمان بتكون بلاستيك، والحلو بتكون محكمة الإغلاق وكمان بتكون مقسمة. في منها عدة ألوان، اللون السماوي واللون التيفاني والوردي. من قسم بلاستيك نشوف الحافظة الجميلة هذه، شكلها جدا لطيف. طبعا الحلو فيها تجيكم مقسمة للمكسرات أو أنتوا أي شيء حابينه، بيكون حجمها وسط بعدة ألوان، في منها اللون الوردي وكمان اللون الرمادي والتيفاني. أحيانا نحتاج للحظة استرخاء ونخفف فيها الإنارة ونحط فيها حبل إضاءة جميل وخفيف. بتفوتكم تشكيلة الحبل الإضاءة الموجودة عندنا، أشكال جدا رائعة. تجيكم طبعا طويلة تشتغل البطاريات، في منها عدة أشكال كلها بتكون تقريبا باللون الأصفر. وتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال. هلا وفي هذا الشكل الجميل من حبل الإضاءة، بيجيكم شكل سادة بدون أي رسومات أو بدون أي أشكال. طبعا بيجيكم بعدة ألوان، كمان في منها لون واحد اللي هو اللون الأصفر. طبعا بيجيكم طويل بالبطاريات وتاخذونه بسعر 5.75 ريال. هلا بس، ومدلعينكم اليوم كل جديد يا أجمل زباين وأجمل متابعين. وشوف الشمعدان الخشبي الجميل هذا، بيجيكم مع ستاند معدن باللون الأسود الفخم على شكل هلال أو شكل نجمة، بيجيكم بالحجم الوسط. وفي بالدور الثاني من المركز قسم متكامل للعطورات النسائية والرجالية، كمان في يد الأطفال. هذا القسم بيكون متكامل لجميع أنواع العطورات بأجمل الروائح للاستخدام الشخصي. كمان لو عندكم مناسبة وحابين تاخذون أجمل التوزيعات، لا تفوتكم تشكيلة العطورات. طبعا بتاخذون مجموعة كاملة بسعر عطر واحد لو تاخذونه من خارج المركز، يعني بتوفر عليكم بشكل خيالي. تاخذون العطر الواحد بسعر 5.75 ريال. هلا بس، في شركة مجمع الشامل يساعدك تكون ضيافتك أنيقة ومميزة والكل يسألك عنها. ونشوف الجديد من قسم فناجين القهوة العربية مع التشكيل الفخم اللي وفرناها لعيونكم، أشكال جدا رائعة كمان بعدة ألوان. طبعا حلو تاخذون 6 حبات باللون الأبيض، كمان الزيتي، درجات اللون الأزرق، صراحة الأشكال جدا رائعة ما تتفوت. وتاخذون 6 حبات بسعر 5.75 ريال. هلا. وفي هذا الشكل الأنيق من فنجين القهوة العربية، بيجيكم بتصميم فيرزاتشي باللون الأبيض والذهبي. طبعا تجيكم بالحجم الوسط وتاخذون 4 حبات بسعر 5.75 ريال. هلا. ودنعيكم اليوم كل جديد، وشفنا قسم الأكواب الجميلة هذه. طبعا تجيكم سيراميك باللون السادة، طبعا حلو فيها تقدرون تكتبون عليها اسمكم واسم من تحبون. في منها عدة ألوان، ألوان جدا رائعة ما تتفوت. تجيكم طبعا بالحجم الوسط، كمان في هذه الأشكال تجيكم ميكس لونين مع بعض. وتاخذون الكوب الواحد بسعر 5.75 ريال. هلا بس. وكمان تفوتكم هذه الأشكال من الأكواب السيراميك، والله حلو فيها بيكون معها قاعدة خشبية في منها اللون الأسود وكمان اللون الأبيض، شكلها جدا جميل. وبتاخذون القطعة الواحدة مع القاعدة الخشبية بسعر 5.75 ريال. هلا. من قسم بلاستيك ليفوتكم اللانش بوكس الجميل هذا، يجيكم باللون الأصفر، شكلها جدا لطيف. طبعا بيكون بلاستيك مع الغطاء، ومن الداخل بيكون ستيل، شكلها جدا رائع. وتاخذونه بسعر 5.75 ريال. هلا.
ومن قسم الأكواب نشوف الأكواب الجميلة هذه، تجيكم قزاز شفاف من حجم الوسط، أشكالها جدا رائعة مميزة، فيها كمان عدة أشكال في هذا الشكل، يجيكم مع الغطاء شكلها جدا أنيق. والحلو أنكم تأخذون الكوبين مع بعض بسعر 5 ريال بس. ومن قسم كاسات القزاز نشوف هذه التشكيلة الجميلة، أشكال جدا فخمة ومميزة وغريبة، والحلو تأخذون 3 حبات مع بعض بسعر 5 ريال بس. من قسم فنجين القهوة العربية نشوف التشكيلة الجميلة هذه، أشكال جدا فخمة، تجيكم من 4 حبات إلى 5 حبات بسعر 5 ريال بس. وللي يحبون القهوة التركية أكيد ما نسيناكم، وفرنا لعينكم هذه الفناجين الجميلة باللون الأبيض السادة، تجيكم طبعا سيراميك، وبتاخذون 4 حبات بسعر 5 ريال بس. ومن قسم الفناجين شوف الفناجين الجميلة هذه، تجيكم قزاز شفاف، أشكال جدا غريبة ومميزة، والحلو بتاخذون 4 حبات مع 4 صحون بسعر 5 ريال بس. وشوف صفاية الشاي البهارات الجميلة هذه، أشكال جدا لطيفة، تجيكم ستانلس ستيل، في منها عدة أشكال. وتأخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. ونشوف أعواد تنظيف الأذن، تجيكم مجموعة كاملة مكونة من علبة فيها 320 حبة، كما فيها مغلفين، كل مغلف فيه 85 حبة، وكل هذا تأخذونه بسعر 5 ريال بس. لا تفوتكم ممسحة القزاز الجميلة هذه، شكلها جدا غريب ومميز، والحلو بيكون معها بخاخ تتعبى موية، تجيكم بالحجم الوسط، في منها عدة ألوان، اللون الوردي والأخضر والأصفر، وبتاخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. ومن قسم الملابس نشوف بناطيل الأولاد الجميلة هذه، في منها عدة ألوان، أشكالها جدا جميلة ومميزة، تأخذون القطعة الواحدة بسعر 5 ريال بس. وبالدور الثاني نشوف قسم الألعاب، طبعا في ألعاب للبنات وللأولاد، وبيكون سعر اللعبة الواحدة 5 ريال و75 هللة. وشوف هذه اللعبة الجميلة، تجيكم صحون وأيضا أكواب، تجيكم طبعا سيراميك، شكلها جدا جميل، وبتاخذونها بسعر 5 ريال بس. ومن قسم الفواحات نشوف الفواحة الجميلة هذه، تجيكم سيراميك باللون الأبيض والحجم الوسط، شكلها جدا غريب ومميز، وتاخذونها بسعر 5 ريال بس. ومن قسم صحون السيراميك توفر من جديد لعينكم هذا الطقم الفخم، يجيكم على شكل ماربل مكون من خوف، وكمان زبديات أو زبدية واحدة، وكمان صحون بمقاسات مختلفة، شكلها جدا فخم مميز، وبيكون سعر القطعة الواحدة 5 ريال بس. للي يحبون اللون الأزرق الفخم، في من هذه الأشكال من صحون السيراميك، والحلو إنه مكون من طقم كامل صحون وأيضا زبديات، وفي منها كمان صحن تقديم بشكل بيضاوي، أشكالها جدا فخمة ومميزة، وبيكون سعر القطعة الواحدة 5 ريال بس.
وتوفر لعيوبكم من جديد. الفنجان الجميل هذا بيجيكم قزاز مع القاعدة السيراميك، طبعا تجيكم على شكل ورقة الشجر باللون الذهبي، ينفع للشاي أو للقهوة، وتاخذونها بسعر 5 ريال بس. وشوف علاقات الملابس الجميلة هذه، تجيكم خشب، أشكالها جدا جميلة، طبعا في منها برسومات وأيضا في أشكال السادة، في منها عدة ألوان، وتاخذونها بسعر 5 ريال للقطعة الواحدة. ومن قسم بلاستيك رجعت وفرت لعيونكم الزبدية الجميلة هذه، بتجيكم بلاستيك حلوة للسلطات، تاخذون معها ملعقتين، طبعا يكون في منها ألوان اللون الوردي والأبيض والأوف وايت بالحجم الوسط، تاخذونها مع الملاعق بسعر 5.